أسعار مرجعية حددتها وزارة التجارة خلال شهر رمضان لا تعكس الواقع، ففي جولة خفيفة قادتنا لأحد الأسواق الجوارية بالعاصمة للوقوف على مدى احترام الأسعار المرجعية للخضر والفواكه. كان الواقع على هذا الشكل. غاليين يا أخويا، غاليين. كلش افونسيت، كان كلش ب 5000، كان تجي لهنا الطابله هذه في هذا رمضان هذا الديبي هذا زادت الاسعار، زادت طوماطيش راهي ب 14000، سادوا كلش الاسعار، ما تقولش بلي هبطوا ولا الوزير قال لك نهبطوا وكذا، ما كان وزير ني والو، زادوا كلش. بعض التجار ممن التقيناهم لم يتقبلوا فكره التسقيف في الشهر الفضيل، واعتبروا أن قانون العرض والطلب هو الكفيل بتحديد الأسعار. ماشي ما يساعدناش، حنا دروك ما يقدروش يسقفوها، تحكم في روحها الخضرة، ما يقدرش يسقفها. في السوق ثلاث سومات ربعة في ساعة في زوج سوايع، إلا قليلة تطلع إلا كاينة بالقوة تهبط. دير تسقيف الأسعار بالفاتورة، ما يقدرش يدير تسقيف الأسعار على فمي، أنا كيجي يقول لي شحال خلصتها، نكون خلصتها 6000 ونقول له خلصتها 10000 ونبيع ب 12، وأنا راني ضارب الدوب. سواء بتسقيف الأسعار أم من دون تسقيفها، لا تزال فوضى الأسعار والتهابها هي الميزة الغالبة في أولى أيام شهر رمضان، ليبقى المواطن هو من يدفع الضريبة في ظل جشع المضاربين وغياب الرقابة. والإنسان يعرف يدي حقه، بصح ما يجنش يبروفيتي. هذا رمضان، رمضان المبارك تاع الرحمة وتاع ما نتعاونوا على الخير.